السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي لكل الشرفاء داخل الجزائر وخارجها تحياتي لكل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات حبيت باش ندير تسجيل وتعليق حول الخرجة الأخيرة هذه نتاع ما يسمى بالمتقاعدين نتاع الجيش والمعطوبين نتاع الجيش وضحايا نتاع المأساة الوطنية هذو اللي خرجوا هذه الايام الاخيره هناك مجموعه من الاسئله تطرح نفسها انا منش من نوع هذاك اللي ينافق يحاول هو انه يلعب على العواطف نتاع هذا الناس ويحاول انه يستعطفهم على جال باش يصنع كان نفسه والله تحدثوا على الحقيقه كما هي دون لف ودون دوران بطبيعه الحال الحق هذا كما اعتقده الى ان يثبت العكس كاين الناس اللي يساعدهم الحق او الكلمه الحق حتى اذا كان هاد الناس غالطين وكاين الناس اللي هما كلمه الحق ما تعجبهمش حتى اذا راهم ظالمين اولا هذا الناس المطالب نتاعهم واش هي شكون هما هذ الناس علاش تحركوا في هذا الوقت بالذات شكون اللي حركهم يا هل ترى تحركوا بعفويه الى غير ذلك من الاسئله اللي تدور حول هذا القضيه هذا الناس تحركوا كما اعلنوهم بانفسهم ثلاث فئات فئه نتاع المتقاعدين نتاع الجيش والفئه نتاع المعطوبين وفئه نتاع الامهات ولا الارامل نتاع هذ الناس اللي ماتوا درك لو كان تحركوا مثلا في مجموعة نتاع عشرة ولا خمسطاش من الناس قال ربما والله هذا الناس هذو قال تلاقاو ما على باليش أنا في مناسبة ولا وقال اتفقوا مع بعضهم وحبوا على جل باش يديروا وقفة من أجل على جل باش يلفتوا السلطات للقضية نتاعهم وعلى جل باش يحصلوا على الحقوق نتاعهم هذا الناس تحركوا في مجموعة من من الولايات وفئات مختلفة مش قال فئة واحدة فئات مختلفة تحركوا في هذا الوقت وإن أن الشعب الجزائري أعلن القطيعة مع هذا النظام بدليل المقاطعة نتاع الانتخابات التشريعية قطيعة بالنتائج الرسمية اللي أعلنوها اللي تتعدى أكثر من 65% والنتائج الرسمية الحقيقية هي أكثر من 80% هما هذو الناس اللي راهم في السلطة خافوا من ردة الفعل نتاع الشعب بالتالي حركوا جماعة على جلبش هما يحتلوا الميادين باش ما يخليوش الشارع فارغ حركوا جماعة على جلبش هما يحتلوا الميادين وهذا الناس اللي تحركوا ما تحركوش غير هكذاك وربما منهم انا لا اشك في النوايا نتاعهم كاينين الناس اللي ربما عندهم ضغوطات وعندهم مشاكل اجتماعيه وصح محقورين ومثلهم مثل باقي افراد الشعب الناس اللي ما عندهمش كيما نقولوا لك في البلاد وما عندهمش رجال وما عندهمش المال الناس محقورين مثلهم مثل باقي افراد الشعب خاصة لما يكون الإنسان درك مثلا طارت رجله ولا طارت عينه ولا طارت وذنه والله ويشوف في روحه هو باللي راهم استعملوه في مدة من الوقت ولا استعملوه في مرحلة من المراحل يشوف في روحه باللي راه تحشات له وحقروه وبالتالي هو لازم يحتج على جلبه هو يحصل على الحقوق نتاعو كما يعتقد هو ولكن ما مش كامل الناس راهم يمشيوا في مشيه واحده كاين الناس ربما تحرك فيهم العاطفه لكن كاين الناس راه تحرك فيهم جهات تحرك فيهم جهات راكم سمعتوا المده الاخيره نتاع بعض العملاء اللي يخدموا مع الجهاز تاع المخابرات راكم تعرفوا الاسماء نتاعهم منهم اللي راهم ينشطوا في اليوتيوب والفيسبوك تحدثوا عن انه القايد صالح راه في عين ناجا وراه حكمته واسمو أفيسي سي. متحدثوا تحدثوا عليها. ما تحدثوش عليها غير هكذاك برك يعني قال واحد جاتو في راسه هكذاك برك وتحدثوا عليها. تحدثوا عليها باوامر. لماذا؟ لانه أنا كنت قلتها راهو التعليق مازال مكتوب في الصفحة نتاعي نتاع الفيسبوك قبل الانتخابات من أنه فيه نية نتاع إزاحة القايد صالح دروك لما تتغير الحكومة الحكومة في وقت سابق بالدستور القديم وكذا فيها كيفية كيفاش تتشكل الحكومة كذا هما في الدستور هذا الجديد الحكومه لازم تكون من الاغلبيه اللي تنجح في البرلمان خلينا الانتخابات مزوره ما هي مزوره المهم الدستور كيفاش داروهما بالتالي ذوك لما تخرج الاغلبيه من البرلمان هذا القيد صالح سيستيماتيكيا راه يلقى روحو برا موش في الحكومه لماذا لانه الحكومه تجي من الاغلبيه دونك هذا الناس لما حركوهم ما تحركوش غير هكذاك برك تحركوا من اجل على جال باش يذكروا الشعب الجزائري بالماساة والشعب الجزائري تعرفوه, تعرفوه في الغالبيه نتاعو عاطفي لما يشوف واحد رجله طايره ولا عينه طايره ولا وذنه طايره رايح يتعاطف معاه دونك هما حركوهم على جال باش يكسبوا التعاطف نتاع هذاك الشارع ويحتلوا الشارع بعد ما كان الشارع هو مهيئ للانتفاضة لأنه آه خلاص شاف شاف روحه باللي هذا المواطن راهو زايد ناقص لا على بالهم به ناس راها تعاني من السكن وتعاني من الفقر وتعاني من البطالة وتعاني من الغالة نتاع المعيشة وما كانش الناس اللي يسمعوا لهم. تروح طبطب انت في يد نتاع رئيس البلديه ما يسمعلكش، تروح للوالي ما يسمعلكش، تروح للوزير يا حسراء اروح انت وطل عليه. دونك هذا المواطن الذبان ياكل فيه، الناموس ياكل فيه، النظافه ما كانش، المستشفيات ربي يجيب، التعليم، التسكع المدرسي هذاك في الشوارع الى غير ذلك، الظلم، الحقره، صارت الناس تضرب في بعضها بالسيوف. الاسره راح تدمرت دمروا الاسره نهائيا من خلال وسائل الاعلام المختلفه وصارت الناس يعني من العوز هذاك ولات الناس تبروفيتي في الجنايز تبروفيتي في الجنايز تروح تروح الجنازه تقول ارث بينما في العرس واحد ما يدور غير المقربين وصارت الناس على الوراثة راحت قطعة الأرحام ولما راني نتكلم في هذا الكلام مانيش نتكلم فيه من راسي راكم كلكم على بالكم بهذه الأشياء هذه إنسان يموت في الأشياء هذه تبدأ الناس تقرع وش خلا وتبدأ الناس هذا حقي وهذا حقي إذا كثير تخوفات من انفلات والانفلات راهو رايح يجي جي, جي. واش راح تنتظر انت يا؟ كل المشاكل مؤجلة بدون حلول واش راح تنتظر احتقان من بعد الانفجار واحد زيد واحد ما كانش ما فيهاش أنت نتاع بلا بلا ولا واحد زيد واحد علوم اذا هذا الناس هذ تحركوا حركوهم في هذا الوقت بالذات من اجل احتلال الشارع امتصاص الغضب هذاك تخويف الناس على جال باش الناس قال لا تقدم على هذا الامر لانه راهم يذكرهم بهذه الماساه وراكم تشوفوا هذا الناس هذو تم استعمالهم تم استعمالهم هذو يتحدثوا على الوطنيه واش من وطنيه عندك ولد حركي وزير واش من وطنيه عندك دعم انت في نظام نظام انت حركه يحكموا فيك جاي انت تتغنى بالوطنيه مش من وطنية والرئيس هذا نتاعك اللي تضرب له في الشتاء يجي يدوي في فرنسا في فال دو كراس تحقروا في المواطنين كنتوا تديروا في البراجات للناس وتحقروا في المواطنين وتذلوا فيهم منكم اللي راهو هو دخل قال مثلا قبل الانتخابات التشريعية نتاع 91 هذا راهو لقى في مواجهه نتاع مواطنين مثله هذو جزائريين حبيت تقول لي دوك انت باللي هذ الجماعه نتاع الفيس اللي نجحوا في الانتخابات باللي راهم حركه وانت وطني مثل الوطنية ما والو الوطنيه ماشي علامة تهزو الوطنيه ماشي شعار شعارات ترددها الوطنيه قيم تحملها الحب نتاع البلاد هو واش عندك في الراس واش تقدم للبلاد الحب نتاع البلاد ماشي وش تدي عطيوني الحقوق نتاعي تدي تروح تهز واحد تخططفو وتعتقلو وتكمملو فمو وهو المظلوم هو أخوك الجزائري المظلوم اللي تم الانتخاب نتاعو وهزوه واعتقلوه ويتمولو ولادو ومن بعد تجي تقول بلي انت وطني وين راك رايح ها معطولك زيدي عشر ملاين هاي وها معطولك فيلا على شط البحر وين راك رايح وين راك رايح الرب ويحاسبك يحاسبك على الدماء اللي سيلتها يحاسبك على الناس اللي يتمتها يحاسبك على الناس اللي ظلمتها تم مظلومين مظلومين منين ظلمكم النظام كان يستعمل فيكم على جلب باش تقتلوا خوتكم ونفس الشيء بالنسبه لهذوك كانوا ناس يخطوا من اجل باش يوصلوا للحكم ويستعملوا في الدين من اجل على جال باش يصنعوا ورانا شفناه من الان هانا نشوفوا فيه الان اللي راهو في قطر في قطر واللي راهو في السعوديه راهو في السعوديه واللي راهو في مكان واحد اخر باسم الدين ناس راحوا للحباس ناس رشاو في الحباس ناس تعوقوا ناس ماتوا راكم تشوفوا فيهم ضحايا نتاع هذو الابناء نتاع المختطفين والعائلات نتاعهم تحدث منذ فترة يش بعيدة مع واحد نعرف الباباه نعرفه لما اختطفوه نعرفه معرفة شخصية خلاه في كرش مو. هذا وش ذنبه هذا وش ذنبه مازالوا الآن في 2017 يتخلى يمشي قال لي نمشي في الطريق قال لي نتخلى قال لي ماني مانيش عارف روحي وين خلاه هكذاك خلاه في كرش مو. مظلوم هو في كرش مو هي بالحمل وش ذنبه هذا وجاو المجموعة اللي كيما نتوما دايرين رواحكم وطنيين جاو هزوه ابن شهيد انتم تحكيو انتم عن الوطنية ابن شهيد جاو هزوه خطفوه وش قال واش قال انتم خرجتوا اليوم تخرجوا على جل باش تطالبوا بالحقوق نتاعكم وهو طالب بحقه ابن شهيد باباه مات من اجل الوطن باش ما يجيش ابن حركي يحكمه وراح مشى مع ناس وانتخب عليهم الناس معروفين بالاستقامه نعرفهم في منطقه نتاع برج الغدير نعرفهم بالفونون اللي ترشح ابن مجاهد شلاخ ابن مجاهد يعني انتم برك انتم ابناء مجاهدين وانتم انتم مانيش عارف اسمو والباقي هذوك مانيش عارف منين كل الاسلاميين كهذو الناس هذو نفس في نفس الشيء يضربوا فيكم في بعضكم البعض باسم واش باسم الوطنيه وباسم الاسلام هما قاعدين يديروا في لي زوتيل البرا في الجزر البرا وقاعدين يضربوا في ابناء الشعب يضربوا في بعضهم البعض استعملوكم البارح من اجل ضرب خاوتكم ويستعملوكم اليوم من اجل على جل باش هما يبدلوا الواجهه وباش يبقوا في السلطه تقعدوا انتوما سواء من الناس الاسلاميين والله من هذا اللي راهم يدعوا في الوطنيه تضربوا في بعضكم البعض وتقتلوا في بعضكم البعض وهما يبقوا في الحكم يبقوا مستمرين بالغباء نتاعكم فيما يتعلق بالانتخابات التشريعيه الشعب الجزائري اعلن القطيع نتاعو باغلبيه ساحقه وهذا دليل من انه آه ما هوش معترف بالبرامج تاع الاحزاب هذه ولا البرنامج نتاع بوتفليقه بوتفليقه كنتوا البارح تضربوا له في الزرنه تحتجوا ضد من وتطلبوا الحقوق نتاعكم لمن حقوق تاعكم تطلبوها من وزاره الدفاع الوطني انتم اللي تابعين لها وزاره الدفاع الوطني رقم تعرفوا تعرفوا الجيش وش هو تعرفوا النظام نتاعو وش هو إذا هما هذ الناس خرجوا خرجوا من أجل على جال هما يحتلوا الميادين وكانوا في وقت سابق حركوا المجموعة نتاع الحرس البلدي نفس الشيء، حركوا الجماعة نتاع لي باتريوت هذوك نفس الشيء، حركوهم وهذو كلهم تحركوا تحركوا بعد ما انفجر الشارع انفجر من الضغط، حركوهم على جال باش يفكروا الناس بالمأساة وهذا موضوع نتاع بحث وإن شاء الله ساحاول المعالجه نتاع الموضوع هذا بطريقه علميه كيفاش يستخدموا الذاكره نتاع الانسان وكيفاش على جال باش هذا الناس عن طريق المانيبيولاسيون كيفاش هما يستعملوا لا كيف كيفاش يستعملوا الذاكره كيفاش يحيوا الجراح هذيك على جال باش هما متمسكين بالسلطه ويبقاو يزرعوا في الخوف ويزرعوا في الرعب عند الشعب واللي يجي يتحرك باش يطالب بالحقوق نتاعو المشروعه قال انت راك ايادي خارجيه وراها الناس تحرك فيك. هذ الناس حركهم هذا الناس شكون اللي يحركهم هذا؟ هذا ايادي خارجيه ثاني الشرطه شكون اللي يحركهم؟ فيه ناس تمست المصالح نتاعهم لما نحوا هذا التوفيق هذا الناس راهم يخطوا من اجل على جل باش يوصلوا للسلطه بعد ما فقدوا بعض المواقع نتاعهم وصلت عندنا بالمختار هذه هي اذا هذا الاخوه بطبيعه الحال انا كمواطن جزائري كل انسان مظلوم راني معاه كل انسان محقور راني معاه ولكن لا افرق بين الجزائريين ام تاع انه انا نمشي مع هذا الناس لانهم وطنيين ولانهم مظلومين وابناء المختطفين شكون اللي يقف معاهم انتم تحوسوا على العدل انتم ما تحوسوا نتوما على العدل ما مش تحوسوا على العدل استفدتوا نتوما من الاخطاء واستفدتوا من الدروس ما استفدتوش منها هذا الانسان اللي يخرج هو ويقول باللي دحرتوا الارهاب ودحرتوا كذا ودحرتوا كذا ودحرتوا شكون؟ دحرت خاوتك ذبحت خاوتك الجزائريين رايح غدوه قدام ربي رايح غدوه تتفاخر باللي راك قتلت الناس كيفاش راح تعمل مع الدماء هذيك قدام ربي غدوه اول شيء تحاسب عليه هي الدماء اللي اسلتها ونفس الشيء بالنسبه لهذوك اللي راهم رافعين هما اللي الاسلام وتعال الخلافه وتعال كذا اول شيء تحاسب عليه هي الدماء اللي اسلتها تتفخروا تتفخروا بالدماء تفخروا باللي راكم قتلتوا ما شاء الله عليكم قتلت حرة القدس ها حرة القدس خاوتك الجزائريين قتلت الزواولة اللي كيما نتا وهذوك ما عندهمش ولادهم يتامى راهم موجوعين راهم مظلومين راهم محقورين وش اللي خرجهم وش اللي هزوا سلاح وش اللي دفعهم باش يهزوا سلاح هذوك ما مش جزائريين هذوك عربي بن مهيدي كان واقف ضد الاستعمار ما كانش عبد عند الاستعمار العربي بن مهيدي كان يحرر في الوطن بالدم نتاعو مشي كان يجري على جل باش يعطيو له اللقمه باش ياكل ويشرب فرق فرق كبير بين المجاهدين الشرفاء وبين الشهداء وبينكم عوض هو انه تستغفروا ربكم عوض هو انه توبوا من الدماء اللي اسلتموها سواء كنتم من هذا الناس اللي راهم كانوا مع النظام والله اللي هذو راهم كانوا من المعارضين واللي كانوا هما يقتلوا وكانوا يديروا في البراجات للناس وكانوا كذا سو... عوض هو انه توبوا ربي هو انه قال حبس حبس فتنه فيها اكثر من 200 الف قتيل حبس اخويا انا غلط استعملونا في وقت من الاوقات وكنا نعتبروا أنه رانا ندافع الوطن وكذا ولكن الله غالب اكتشفنا بلي انه هذا الناس رايح تجي دوك انت تحكي لي انت على من كنت تدافع انت كنت تدافع على سعداني كنت تدافع على ولد عباس كنت تدافع على بوشوارب كنت تدافع على سلال كنت تدافع على او يحيى كنت تدافع على ربراب كنت تدافع على حداد كنت تدافع اللي كانوا يمصوا في الدم نتاع الشعب وكانوا يدوروا في الثروات وانت ياك تحوس على سكنه اعطيو له سكنه اعطيو له حقه أعطيه له شهريه باش يعيش مليح الناس تدير في في التراب على ظهوركم الناس تدير في المشاريع على ظهوركم قاعدين يدفعوا فيكم على جل باش تقتلوا خاوتكم الجزائريين والجزائريات ومنهم اللي هو يحترق على الوطن اكثر منكم قال له واش قال له وطنيين وطنيين واش من وطنيه عندكم انتم تذبحوا في بعضكم البعض اذا هذا الناس تم الاستعمال تاعهم في وقت سابق في هذه الحرب القذره ويتم الاستعمال تاعهم اليوم من اجل البقاء في السلطه فيه تحرك راه واضح من اجل استخلاف بوتفليقة والاصابع راها بين راها واضحة لما تشوفوا انتم درك هذا الصراع تاع الناس المتعاقدين هذو الجيش والله اللي يسميو رواهم هما متقاعدين وهذو الضحايا نتاع المعطوبين وكذا اليسوا هم جزء من هذا النظام مع من متواجهين في صراع مع من هذا الناس هذو مع الشرطه الشرطه شكون اللي راهو حاكمها راهو حاكمها الهامل اليس الهامل جنرال راهم في صراع مع بعضهم البعض من اجل السلطه هذا الناس يحركوهم قضيه دوك بعض من الناس ربما لما تحكي له على هذه الامور ما يفهمهاش الناس اللي راهم على بالهم بالامور كيفاش راها تمشي كيفاش يتم تغيير تاع شخصيات وكيفاش يتم الازاحه نتاعها هذا مش قال راهو خدام في مؤسسه وبريفي وقال راه واحد يخدم عنده قال اسقشك وروح تروح. نو no. هما لما يحبوا يستهدفوا واحد يستهدفوا له اولا الحاشيه نتاعو. وكاينه بعض الاشياء يتم تحريك الناس للشارع. دروك هذا الناس انا لا اشك باللي كاين فيهم ناس اللي راهم دروك هما عندهم مطالب اجتماعيه لا اشك في ذلك. لا اشك باللي راهم كاينين ناس راهم محقورين. وهذو راهم جزائريين خاوتنا لا اشك في ذلك لكن كاين فيهم ناس عندهم ارتباطات وتحرك فيهم جهات مثل ما حركوا الشرطه في وقت سابق ودوهم للمراديه مثل ما حركوا الحرس البلدي ومثل ما حركوا تاع الباتريوت مثل ما رام يحركوا فيه اذا هما هذ الناس يحركوا فيهم يحركوا فيهم كل مره في اوقات معينه من اجل عقد صفقات على ظهورهم كاين الناس اللي ربما هما يعاونوهم واحد يعطوله له سكن هؤلاء هذا مش امر غريب عليهم لكن هما اللي همهم هم هو كيفاش يصنعوا الراي العام لانه صناعه الراي العام ما بقاتش كما بكري في ظل هذه التكنولوجيا الجديدة في ظل الانترنت وفي ظل خروج المعلومات الآن كثير من الأشياء خرجت على السيطرة عليهم لأنه بكري هما كانت عندهم التلفازة الواحدة وكان عندهم الحزب الواحد لما هما يحبوا يوجهوا الرأي العام يوجهوه حتى اذا كان لك مثلا ناس راه مش قابله والله واحد راه مش قابل قال مثلا في ولايه والله في بلديه والله في دائره والله ما تقبلش على روحكم مجموعه واحد ما هو سامع بك عنه سامع بك لكن الان في ظل درك الانترنت الناس لما تتحرك في سطيف وتتحرك في قسنطينة وفي عنابة وفي سكيكدا وفي تلمسان وفي تمراست وفي تيندوف وتصير الناس تعبر ويصير هذاك الوعي الجماعي يتشكل يصنع رأي هو ما ذك هذاك الرأي ما يقدروش يصنعوه كيف ما كانوا يصنعوه بكري يحركوا ناس بطريقة غير مباشرة يحركوا لهم ناس في الإعلام رام الناس يخدموا معاهم هاكم شفتوا مثلا قلت لكم غير القضيه هذه نتاع القايد صالح اللي ذكرتها لكم منذ قليل تم استعمالها من طرف ناس راكم تعرفوهم عملاء يخدموا مع الجهاز تاع المخابرات خالص شير برقد راهم يخدموا معاهم كاين كتاتيب راه تخدم في الفيسبوك صفحات كاين صفحات اللي ترتدي ثوب تاع المعارضه يخدموا في خدمه نتاع شياطين لا شك هو انه كاين منهم اللي راه عندهم مطالب نتاعهم مشروعه هذا امر مفروغ منه وانا لا اشك في انه كاين ناس راهم مظلومين ومحقورين بطبيعه الحال انا كجزائري ما نحبش الظلم نتضامن معهم ولكن موش غير وحدهم انا لا افرق بين هذا اللي تسميه انتم ارهابي وبين هذا الانسان اللي راكم تقولوا انتم عليه باتريوت ولا حرس بلدي ولا ولا من هذو الناس اللي كانوا في الجيش ما نفرقش بيناتهم بالنسبه لي انا هذو جزائريين كلهم وحنا نحوسوا هو انه نعالجوا الازمه حوسوا نعالجوا الماساه هذو لوك يا سيدي اذا كان هذا الناس لم يتم تحريكهم فرضا هذا دليل من انه هذا الموضوع تاع المصالحه ما كانش وراه هذا وهذا الناس اللي هما جزء من هذا النظام يشكيو اذا كان هذ الناس اللي هما مع النظام اللي كانوا يديروا في البراجات في الطرق وكانوا يهجموا على الناس وكانوا كذا هما راهم يبكيو ما لا هذوك الناس الضحايا اللي كان يتم الاعتداء نتاع عليهم في الديار تاعهم وكانوا يغتصبوا فيهم وكانوا يعريو فيهم وكانوا يعتدوا لهم على الاملاك نتاعهم هذوك ما يقولوا والناس هذو اللي راهم في الخارج راه عندهم دوكا كاين اللي رأوا عنده اكثر من عشرين سنه هو لجأ لاجئ والديهم ماتوا ما شافهمش خاوته ماتوا ما شافهمش هذو وش يقولوا؟ والناس اللي راهم مرضى بالسكري ومرضى بأمراض مختلفة وش يقولوا؟ هذو الناس اللي هما كانوا في النظام يسندوا فيه ويمدوا فيه راه مشكيو والناس وش يقولوا الآخرين؟ إذا الإخوة والأخوات على جل باش نختصر الحديث هذا الناس نعود ونكرر باللي تم التحريك نتاعهم كاين الناس اللي على بالهم وكاين الناس اللي ما على بالهمش راه معاهم ما على بالهمش كيف ما تحر تم تحريك ناس في القضيه نتاع البطالين في قضايا واحده اخرى كاين الناس يخدموا مع الجهاز نتاع المخابرات من الاعلاميين من الضباط من الجنود من من جهات مختلفه راهم يخدموا كاين صفحات راهم يمونوا فيها راه تشتغل خدامه الليل مع النهار كيف ما يمونوا في القنوات ويمونوا في شخصيات ويمونوا في منظمات كلهم من اجل غرض واحد الا وهو الاستمرار في الحكم كلش راهو البترول تحت يديهم الشركات راها تحت يديهم اذا الاخوه والاخوات القضيه هذه كلها اللي راها دور مرتبطه بشيء واحد هو تحضير لاستبدال بوتفليقه ب بوتفليقه بيز هذا هو والله يجيبوا شخص واحد اخر المهم هما المهم النظام يستمر راح الشاذلي جا علي كافي جا ضياف جا زروال جا بوتفليقة ذوك يروح بوتفليقة كانوا البارح بكري بندرولكم باللي راهو راهو راح يتعدل الامور وراهو راح وراه وراه يجي الدستور الجديد وكذا 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 هاكم شفتوا درك راهم يحضروا لما بعد بوتفليقة والان ذرك بدأ التحضير بعد ظهور النتائج هذه الانتخابات التشريعيه دوك الامر راهو مفصول كاين الناس اللي راهم يتحركوا واضح واضح باللي راهو ويحيى يتحرك ومعاه ناس اخرين راهم يتحركوا وكاينين الناس اللي راهم رافضين وراهو كاين صراع بيناتهم كاين جماعه نتاع تاع التوفيق راهم يتحركوا كاين صحفيين وضباط راهم موجودين في الخارج يخدموا معاه ويخدموا مع الجهه نتاعو وكاينين ناس راهم يخدموا مع القايد صالح والجروب نتاعو وهذه هي وكاينه ناس راها تتربص بالوحده نتاع البلاد المهم انتم الحاجه اللي لازمكم اه تركزوا عليها هي الوحده الوطنيه وما لازمش تغلب عليكم العاطفه وما لازمش يتم الاستعمال نتاعكم والاستدراج نتاعكم ما لازمش يلعبوا لكم على العاطفه هذو راهم جزء من النظام كاين منهم ناس ضحايا لا شك في ذلك لكن كاين ناس منهم دمويين هذا الانسان الدموي اللي يقتل ويفتخر هذا يجي يلعب لي انا بالوطنيه يقتل في خوه المواطن هذه باختصار الكلمه نتاعي ان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.